أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده لن تجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى بلدهم، مؤكدا أن المملكة تعمل مع شركائها من أجل إيجاد البيئة التي تسمح بالعودة الطوعية لهؤلاء اللاجئين. وقال الصفدي إن الكلام مبكرا عن عودة اللاجئين، لافتا أن الروس يتحدثون الآن عن أفكار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيلتقي وفدا روسيا للاستماع إلى هذه الأفكار وبحث مسألة عودة اللاجئين. وكان الصفدي بحث الأحد في اتصال هاتفي مع لافروف موضوع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بهذا الصدد، وفقا لبيان الوزارة الخارجية الأردنية. يذكر أن الأردن تقدر نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في عام 2011.